الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر في ذكرى تحرير سيناء. يأتي يوم على العدوان الإسرائيلي على غزة تفضح جرائم جيش الاحتلال بالقطاع، والأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق دولي في المقابر الجماعية في المستشفيات. حزب الله يستهدف مقرين عسكريين وتجمعا لجنود إسرائيليين، وجيش الاحتلال يعلن اغتياله مسؤولين بالقوة الجوية للحزب. نشرة أخبار الرابعة عصرا من قناة النيل للأخبار، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم، هذه النشرة تأتيكم بالتفاصيل بعد وقفة قصيرة وهذا الفاصل. تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 42 لعيد تحرير سيناء، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. وتوجه الرئيس السيسي إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 42 لعيد تحرير سيناء، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. سلام الشهيد، سلام سلام. وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد أصيل عرفانا وتقديرا لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعا عن الوطن وصون مقدساته. ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. وفي نهاية المراسم قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمصافحة قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدولة. طالب وزير الخارجية سامح شكري إسرائيل بعدم اتخاذ أي خطوات عسكرية في رفح، ما يترتب عليه مزيد من المعاناة للمواطنين في قطاع غزة، مطالبا بمزيد من الإجراءات الدولية
لردع تلك الخطوة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع الأيرلندي مايكل مورتن. تطورات الأوضاع في قطاع غزة والموقف الأيرلندي المتقدم فيما يخص الاعتراف بالدولة الفلسطينية كانت على رأس جدول أعمال المباحثات التي جمعت بين وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية ودفاع أيرلندا. ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، توفير المساعدات الإنسانية، العمل على منع تصفية القضية الفلسطينية من خلال الدفع نحو النزوح، ولكن أيضا بأن يتم التوصل إلى حل دائم ليكسر دوائر العنف والصراع بتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 67 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. فإن هناك تخوف كبير فيما يتعلق بالموقف في غزة، سوف فنزور معبر رفح اليوم وحتى نتعرف على موقف منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا، حتى نتعرف على التحديات والعراقيل والقيود في قطاع غزة، وكذلك عدم كفاية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى معبر غزة والقيود والعراقيل الموجودة. وخلال مؤتمر صحفي أعلن الوزيران أن المباحثات تناولت أيضا العلاقات الثنائية بين القاهرة ودبلن. تحت الزيارة واتصالاتنا الهاتفية خلال الفترة الماضية التأكيد على الاهتمام المشترك بدعم العلاقات الثنائية سياسيا واقتصاديا وثقافيا على أرضية ثابتة من العلاقة الممتدة بين البلدين والشعبين اللي اتسمت دائما بالصداقة والمودة والتفاهم المشترك حول كثير من القضايا خاصة القضايا الإقليمية. أشكركم على كل أنواع المساعدات التي منحتموها لأيرلند فيما يتعلق بتسهيل الخروج لمواطنينا للخروج من غزة. وزارتكم والسادة الكادر المسؤول في وزارة الخارجية بالفعل دعمنا كثيرا في إخراج رعايا أيرلندا من غزة. رصيد متميز من التعاون بين مصر وأيرلندا يعطي فرصة أكبر لمساهمة البلدين ليس فقط في دعم القضية الفلسطينية، ولكن أيضا لمزيد من تعميق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. أوجه العلاقات الثنائية التي تجمع بين القاهرة ودبلن وما تشهده من تطورات ملموسة خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، ملفات متعددة تصدرت مباحثات وزير الخارجية سامح شكري خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندية. من مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، أمل صبري، النيل للأخبار. تواصل مصر جهودها منذ 200 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في إدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء في القطاع المحاصر رغم العراقيل من الجانب الإسرائيلي. واستمرارا للجهود المصرية الفاعلة على جميع المسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم الأشقاء، واصلت القوات المسلحة هي الأخرى جهودها في إعداد وتجهيز ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة عبر الجسر الجوي. 200 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولم تتوانى الدولة المصرية في الوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين ودعمهم منذ اللحظات الأولى في العدوان سياسيا أو إنسانيا. فتح معبر رفح، استقبال مطار العريش للمساعدات الدولية من جميع دول العالم، دخول المصابين والجرحى للعلاج في المستشفيات المصرية، كلها جهود تواصلها الدولة إيمانا منها بأن القضية الفلسطينية هي أم القضايا وأنها في وجدان المصريين على مدار التاريخ.
فبتوجيهات من الرئيس السيسي قامت الدولة بإدخال المساعدات إلى الأشقاء وفتح معبر رفح دائما رغم العراقيل من الجانب الإسرائيلي، لتكون مصر دائما بجانب الدول العربية في أزماتها ومحنها. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان من المبادرين لإطلاق قوافله للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين. قوافل تتضمن مئات القاطرات المحملة بأطنان من المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية والخيام والمراتب والوسائد والملابس والبطاطين والأحذية والمياه المعدنية. تلك القوافل يشارك فيها كيانات ومؤسسات من التحالف الوطني، وذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين. واستمرارا للجهود المصرية الفاعلة في جميع المسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، واصلت القوات المسلحة جهودها في إعداد وتجهيز ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة عبر الجسر الجوي الممتد، حيث تقوم دائما عناصر قوات المظلات بالإعداد والتجهيز اليومي لشحنات المساعدات والتي تضم عشرات الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية التي يتم تقديمها من الهلال الأحمر المصري وإعدادها للإسقاط الجوي باستخدام المظلات. كل تلك الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من العريش الزميل حمادة العربي مراسل النيل الأخبار. تحياتي لك حمادة. بعد التحية، يعني تم الدفع منذ الصباح الباكر بعشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمحملة أيضا بالمستلزمات الطبية والأدوية، إضافة طبعا إلى المستلزمات المعيشية الضرورية لأهالينا في قطاع غزة بشكل كبير عبر معبر رفح وكذلك معبر كرم أبو سالم. يمكن حاليا يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بعمليات التفتيش والمتابعة، ومن ثم عند الموافقة على دخول تلك الشاحنات تقوم بالدخول إلى المناطق المحايدة وتفريغ الحمولة الخاصة بها. نحن الآن متواجدون عند إحدى النقاط الخاصة بتجمع عدد كبير من الحاويات، يمكن الآلاف من هذه الحاويات تمتد على جانبي الطريق، وهي بالقرب من المنطقة الخاصة بمطار العريش الدولي وأيضا من المركز التابع للهلال الأحمر المصري، وهو المركز اللوجستي المعد لاستقبال كل هذه المساعدات وتكويدها والتنسيق بينه وبين الهلال الأحمر الفلسطيني حتى يتم الدفع بالأولوية لهذه المستلزمات للدخول عبر معبر رفح البري وكذلك معبر كرم أبو سلم. هناك استعدادات مهمة للغاية هذه الشاحنات، بعض منها منذ عدة أسابيع يقف هنا في انتظار الدخول، لكن يمكن الإجراءات الإسرائيلية المتعمدة لتباطؤ حركة دخول الشاحنات تؤدي لتكدس عدد كبير من هذه الشاحنات سواء أمام معبر رفح البري أو في بعض المناطق، وهي كثيرة داخل مدينة العريش، ويحرم الفلسطينيون من دخول هذه المساعدات وهم في أمس الحاجة إليها، سواء المساعدات الطبية أو الأغذية، في ظل حصار شديد تفرضه قوات الاحتلال واستمرار الغارات والقصف المتعمد على عدد كبير من المناطق داخل قطاع غزة ومن ضمنها مدينة رفح الفلسطينية. لكن هناك استعدادات قوية لهيئة الإسعاف المصرية لاستقبال أكبر عدد من هذه من المصابين الذين يخرجون من قطاع غزة والدفع بهم لعدد من المستشفيات في مدينة العريش، سواء مستشفى العريش العام أو مستشفى الشيخ زويد وبئر العبد. طالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي بشأن المقابر الجماعية في مستشفيات غزة. من جانبه، نفى الجيش الإسرائيلي قيام قواته بدفن فلسطينيين في مقابر جماعية بمستشفى في غزة، مؤكدا أنه تم فحص الجثث المدفونة بمستشفى ناصر في إطار البحث عن محتجزين إسرائيليين. كان الدفاع المدني الفلسطيني قد أفاد بأنه أخرج في الأيام الماضية نحو 200 جثة لأشخاص قتلتهم القوات الإسرائيلية ودفنتهم بمقابر جماعية في مجمع مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس بقطاع غزة.
كوارث إنسانية ودمار شامل هي حصيلة 200 يوم من الصراع الدامي في قطاع غزة. وزارة الصحة بغزة أعلنت ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 34,183 شهيد و77,143 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي، فضلا عن آلاف المشردين. 200 يوم من القصف المتواصل على قطاع غزة في عدوان هو الأعنف والأطول في تاريخ القضية الفلسطينية، عدوان لا يبقي ولا يذر سوى الخراب، وبنى تحتية انتهت بها كافة معالم الحياة، ومستشفيات إن لم تعاني من الهجوم عانت من التكدس وشح المستلزمات الطبية، فضلا عن سكان مشردين في الطرقات، فمن نجا من القصف لم ينجو من الجوع والعطش. أكثر من 34,000 شهيد وأكثر من 77,000 مصاب هي حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع المنكوب منذ 7 أكتوبر الماضي، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين، إذ تقوم قوات الاحتلال بمنع طواقم الإسعاف من الوصول إليهم. نحو 7 أشهر من المعارك المستمرة فضحت فشل جيش الاحتلال في تحقيق أي من أهدافه المعلنة في القضاء على المقاومة، كما كشفت جرائمه التي ترقى للإبادة الجماعية دون أي رادع من قانون دولي أو إنساني في ظل صمت دولي ومعايير عالمية مزدوجة عندما يكون الضحية عربيا فلسطينيا. المفاوضات المتواصلة منذ 5 أشهر فشلت في التوصل لاتفاق جديد على تبادل الأسرى بين الجانبين في ظل تعنت إسرائيلي يرفض وقف الحرب وانسحاب قواته من القطاع، وهي المطالب التي تتمسك بها المقاومة. وبالرغم من الجهود المصرية والعربية المضنية، لا يزال مؤشر النهاية غير واضح، فإسرائيل تستخدم سلاح التهديد متوعدة بدخول رفح التي نزح إليها أكثر من نصف سكان القطاع للضغط على المقاومة في تحد للمجتمع الدولي الذي حذر من كارثة إنسانية جديدة، حيث يعني دخول المدينة بدء مسلسل جديد من المجازر المروعة. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تحقق في مزاعم بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في عملياتها ضد حركة حماس في غزة. وفي معرض كشفه عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول حقوق الإنسان، نفى بلينكن وجود ازدواجية في المعايير الأمريكية فيما يتعلق بإسرائيل وحقوق الإنسان. كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت في تقريرها السنوي أمس إن حرب إسرائيل على قطاع غزة كان لها أثر كبير على وضع حقوق الإنسان.
اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم باحات المسجد الأقصى بقيادة عضو الكنيسة الإسرائيلية السابق المتطرف يهودا جيليك في أول أيام عيد الفصح اليهودي. يأتي ذلك فيما استشهد فلسطيني وأصيب اثنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة أريحة الواقعة شرق الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال اقتحام مخيمي عقبة جبر وعين السلطان جنوب وشمال مدينة أريحة. الضفة الغربية تزداد اشتعالا بعد مرور 100 يوم من العدوان على غزة، والقرى الفلسطينية أصبحت يوميا في مرمى هجمات المستوطنين الإسرائيليين. قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحة الواقعة شرق الضفة، حيث سقط شهداء ومصابون، فضلا عن اندلاع مواجهات واشتباكات متفرقة بين قوات الاحتلال ومجموعات من السكان، وسط دعوات عبر مكبرات المساجد للتصدي لعمليات الاقتحام الإسرائيلية. جيش الاحتلال اقتحم كذلك البلدة القديمة في مدينة نابلس بعدد من الآليات، وانتشرت في عدة حارات داخل البلدة. وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين لترتفع الحصيلة إلى ما يقرب من 8500 منذ 7 أكتوبر الماضي. وكان مخيم نور الشمس الذي اقتحمته قوات الاحتلال في الضفة واستشهاد 14 فلسطينيا لم يكن الأول من نوعه، فقد سبقه العديد من الهجمات في جنين وتلكرم وعشرة المدن والبلدات استشهد فيها بدم بارد المئات بعضهم أطفال واعتقل الآلاف، وهو مشهد يعكس سلوكا إسرائيليا ممنهجا في حق الشعب الفلسطيني. كما تحتجز سلطات الاحتلال جثامين الشهداء وتنكل بالأسيرات الفلسطينيات. ومع تصاعد أعمال العنف في الضفة تعالت الأصوات الدولية المنادية بفرض عقوبات تجاه المستوطنين الإسرائيليين، حيث دعت وزيرة خارجية بلجيكا إلى توسيع نطاق العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين الذين ينتهجون العنف في الضفة الغربية. تعطل الاقتصاد الإسرائيلي وتكبد خسائر فادحة، حيث قال اقتصاديون إن معطيات بنك إسرائيل ووزارة المالية تظهر أن تكلفة الحرب منذ 7 أكتوبر وحتى نهاية مارس الماضي بلغت أكثر من 73 مليار دولار. وبسبب الإنفاق العسكري والخسائر المباشرة للاقتصاد الإسرائيلي حدث ارتفاع في تكاليف ديون الاحتلال لتصل إلى 62% من الناتج المحلي الإجمالي. أعلن حزب الله شن هجوم بطائرات مسيرة على مقرين عسكريين في شمال إسرائيل ردا على مقتل أحد عناصره بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان استهدفت سيارة في منطقة تبعد نحو 35 كيلومترا عن الحدود في جنوب لبنان. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال مسؤولين اثنين في القوة الجوية التابعة لحزب الله، كما أعلن اعتراضه لهدفين جويين مشبوهين. تشهد
تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلا للقصف بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من 6 أشهر، لكن الحزب كثف وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية منذ الأسبوع الماضي على وقع توتر بين إسرائيل وطهران، وذلك على خلفية استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع إبريل. تجري استعدادات مكثفة داخل نادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية لاستضافة البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويضم نادي الفروسية ملاعب ذات مقاييس عالمية واسطبلات للخيول، فضلا عن التجهيزات التنظيمية التي تضمن نجاح البطولات المقامة عليه. العاصمة الإدارية الجديدة هي رؤية طموحة لمستقبل أفضل لمصر، تمتزج فيها الأصالة بالمعاصرة، حجم إنجاز كبير بدا حلما قبل 9 سنوات، لكن إرادة التحدي والبناء حول الحلم إلى حقيقة. هي تجسيد لإرادة المصريين في البناء والتنمية ورمز للجمهورية الجديدة. مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة صرح رياضي عالمي يعبر عن اهتمام مصر بالرياضة وتسخير الإمكانات لإنجاح البطولات العالمية التي تحتضنها المدينة. تضم منشآت رياضية وترفيهية وخدمية متكاملة، هي على أتم الاستعداد لاستضافة كافة الفعاليات الرياضية العالمية. داخل نادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية تجري الاستعدادات لاستضافة البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 24 حتى 27 من أبريل. يضم نادي الفروسية ملاعب ذات مقاييس عالمية واسطبلات لإيواء الخيول مع خدمة بيطرية متكاملة. إضافة إلى التجهيزات التنظيمية التي تضمن نجاح البطولات المقام عليها. تشهد البطولة أجواء تنظيمية رائعة توفر للفرسان من مختلف الدول العربية البيئة التنافسية في مدينة رياضية متكاملة الخدمات والمرافق، مستعدة دائما لاستضافة كافة الفعاليات الرياضية الدولية. شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من 24 وحتى 27 من إبريل الجاري. وأكد صبحي أن مستهدفات الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس السيسي بتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات جعل مصر مركزا لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى والعالمية. 11 دولة عربية تشارك في البطولة العربية العسكرية للفروسية المقامة بمدينة مصر للألعاب الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة في حدث هو الأول من نوعه، ويهدف في الأساس إلى تعزيز الروابط بين الدول العربية وتبادل الخبرات في الرياضات ما بين الجيوش العربية، بالإضافة لتأصيل رياضة الفروسية داخل الملاعب الرياضية. واحد من أهم هذه المنشآت اللي هتستقبل هذه البطولة هي ميدان وملاعب الفروسية بكافة أشكالها وتطويرها. بشكر كل الزملاء الحقيقة ونادي الفروسية وجهاز المدرعات بالجزء التقني اللي اتطور به هذا المنشأ، وبالتالي استضافة مصر
لواحدة من كبرى البطولات مع هذا الافتتاح التجريبي اللي موجود هيكون بهذه البطولة العربية العسكرية اللي بنشرف باستضافة كل الأشقاء العرب واللي يعني أخذت كل الدعم الكبير جدا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل البطولة المقامة خلال الفترة من 24 وحتى 27 من إبريل الجاري، أثنى المشاركون في البطولة على البنية التحتية التي تمتلكها الدولة المصرية من منشآت رياضية تمكنها من تنظيم تلك المسابقات العالمية. نشكر جمهورية مصر العربية ونشكر سيادة الرئيس خصوصا على رعايته هذه البطولة والموافقة على يعني استضافة البطولة هذه. طبعا احنا من فترة طويلة للأسف بطولات الفروسية كانت يعني اتغام لكن بشكل محدود جدا، ذلك لأنه رياضة الفروسية شوي فيها يعني مكلفة وما حتجد الميادين والخيل في كل الأماكن، لذلك اللي شفناه الآن لحد الآن بالنسبة لنا بطولة إن شاء الله ناجحة قبل ما تبدأ، لأنه يعني كل ما شفناه كل ما شاهدناه وترحاب وحسن استقبال من الناس وضيافة يعني كان على أعلى مستوى. وعلى هامش البطولة سيتم تنظيم عدد من البطولات للرياضات الفروسية سواء للناشئين أو المحترفين، بالإضافة إلى بطولة لرياضة الأوتاد. هي بطولة كبيرة جدا، بطولة كبيرة جدا، هي وبطولة ناشئين دولية وبطولة جمهورية، وده توجه مهم من الدولة لتطوير رياضة الفروسية. في منشآت كبيرة جدا، وأنا سعيد إن إحنا جزء من منظومة بتسعى لإنجاح رياضة الفروسية في جمهورية مصر العربية. ويشارك سابقون من مصر وليبيا وقطر والجزائر وتونس والسعودية والعراق والإمارات والأردن. روح رياضية شريفة هو شعار للبطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية والتي ولدت كبيرة على ملاعب رياضية بمواصفات دولية. من مدينة مصر للألعاب الرياضية أشرف مبارك، النيل للأخبار. نشرتنا مستمرة معكم مشاهدينا، وفيها بعد أخبار الاقتصاد. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل تنظيم قوافله الطبية المجانية بالأماكن النائية. نجوب العالم، نبحث عن الخبر والمعلومة بالصوت والصورة عبر القمر الصناعي نايل سات. قناة النيل الأخبار على التردد التالي. النيل الأخبار معك في كل مكان. نجوب العالم، نبحث عن الخبر والمعلومة بالصوت والصورة قناة النيل الأخبار على nile.eg. الخبر والمعلومة بالصوت والصورة. النيل الأخبار nile.eg معك في كل مكان. عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي. قناة النيل الأخبار. الآن مشاهدينا نتعرف على أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد.
وتابعوا بالتفاصيل مع هاني فرج. اهلا بك هاني. شكرا لك دينا. شكرا لك شهاب. وانا بكم مشاهدينا الكرام وهذه الجولة الاقتصادية والتي نبداها بهذا العنوان. رئيس الوزراء يبحث مع مسؤول شركة كوفي كاب لتصنيع الكابلات الكهربائية توسيع استثماراتها في مصر. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع شركة كوفي كاب لتصنيع الكابلات الكهربائية الجاري إنشاؤه في مدينة العاشر من رمضان يأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لدعم توطين صناعة السيارات، لا سيما السيارات الكهربائية، عبر الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة لشركات ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي مع مسؤول شركة كوفي كاب الرائدة عالميا في تصميم وتصنيع الكابلات الكهربائية وأسلاك السيارات. من جانبه قال رئيس مجموعة كوفي كاب إن منتجات الشركة تتمتع بنسبة عالية من المكون المحلي تصل إلى نحو 55% عند بداية الإنتاج، والمتوقع أيضا أن تتجاوز صادرات المشروع 200 مليون دولار بحلول عام 2027. من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية، وذلك من خلال عقد الاجتماعات والتواجد ميدانيا بالموانئ بما يضمن إيقاعا متسارعا ومنتظما لهذه المنظومة. وأشار مدبولي إلى أن وتيرة الإفراج عن البضائع عادت لطبيعتها قبل الأزمة الأخيرة، ولا توجد مشكلات حاليا في توفير النقد الأجنبي المطلوب من الجهاز المصرفي. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وموقف تطبيق منظومة الشحن المسبق، حيث كلف مدبولي بإعلان تاريخ محدد لدخول الشحن الجوي ضمن منظومة الشحن المسبق. نجحت وحدات الإنقاذ البحرية التابعة لهيئة قناة السويس اليوم الثلاثاء في إنقاذ سفينة البضائع لابرتروس من الغرق الكامل وإنقاذ طاقمها البحري المكون من 12 فردا في استجابة سريعة لاستغاثة السفينة فور دخولها منطقة الانتظار الشمالية للسفن عند مدخل غاطس بورسعيد وقبل انضمامها لقافلة الشمال عبور قناة السويس. ويجرى حاليا العمل على معاينة الحالة الفنية للسفينة بمعرفة أطقم الإنقاذ البحري لاحتواء أي آثار محتملة لعملية الإنقاذ والتعرف على أسباب تعرضها للغرق. بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مع السفير المصري بكوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون في الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية. وأكد الفريق ربيع في مستهل جولته الخارجية بكوريا الجنوبية حرص الهيئة على استثمار التقارب المصري الكوري الجنوبي لتحقيق مزيد من التبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير نظم التدريب المتطورة. وشهد اللقاء أيضا مناقشة أطر التعاون المستهدفة في مجالات بناء وإصلاح السفن والتدريب والتحول الأخضر والتنمية المستدامة. أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية لزيادة الصادرات الوطنية المختلفة للأسواق العالمية. وقال وزير التجارة والصناعة خلال فعاليات إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير، قال إن الوزارة تواصل في هذا الصدد تذليل عقبات الاستثمار وتعزيز الإنتاج الصناعي من خلال حزمة من الإجراءات، من بينها استمرار الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة بهدف زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية لتصل إلى أكثر من 145 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الست المقبلة. وأخيرا بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع أدولفو
أوروسو وزير الشركات والصناعة في إيطاليا سبل دعم وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من الطرفين وعدد كبير من الشركات الإيطالية والمصرية العاملة في مجالات الطاقة المتجددة. وأوضح شاكر أن الاجتماع يأتي في مرحلة هامة يشهد العالم فيها تحولا في الطاقة نظرا للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغييرا في شكل وإنتاج واستهلاك الكهرباء. نهاية الجولة الاقتصادية، وعودة مرة أخرى إلى المسار السياسي والزميلين دينا وشادي لكما. شكرا جزيلا. قام بنك الشفاء المصري وبيت الخير بالتعاون مع مؤسسة أحمد محسن مبارك الخيرية بتنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على نحو 1500 مواطن من أبناء قرية هرم ميدوم وتوابعها بمحافظة بني سويف. يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وضمن توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا في المحافظات المختلفة. اهتماما بالفئات الأكثر احتياجا بمحافظات مصر المختلفة ولتوفير الخدمات الطبية لهم بالجودة المناسبة، يأتي تنظيم فعاليات قافلة شفاء الخير التي ينظمها بنك الشفاء المصري وبيت الخير بالتعاون مع مؤسسة أحمد محسن مبارك الخيرية بقرية هرم ميدوم التابعة لمركز الواسطة بمحافظة بني سويف ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. النهاردة من ضمن القوافل سلسلة قوافل التحالف الوطني بننفذ في أطراف المحافظة اللي هي ما بيوصلهاش الخدمات الطبية، القوافل الطبية بتاع العيادات المتنقلة. الغرض من ان احنا بنتواجد هنا ان الأماكن دي من الأماكن اللي هي المحرومة من الخدمات الصحية الثابتة، فبدأنا اسلوب اللي هي اسلوب القوافل، بنبدا ان احنا نعمل عمليات الكشف والتشخيص وبعد كده بنصرف العلاج، واي فحوصات او عمليات بتطلع من القوافل بنبدا نوجهها بعد كده لاعاده الكشف والتشخيص مع استشاريين اكبر في مستشفيات اكبر احنا متعاقدين معاه. القافلة تستهدف توقيع الكشف الطبي على نحو 1500 مواطن من ابناء قرية هرم ميدوم وتوابعها في تخصصات عدة، منها الأطفال، البطنة، الرمد، الأنف والأذن والحنجرة والعظام والجلدية. ومن خلال القافلة يتم أيضا توزيع النظارات الطبية بالمجان وتقديم العلاج على نفقة الدولة للحالات المستحقة، إضافة إلى إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تظهر نتائج الكشف الطبي حاجتها لذلك. هم وعدونا إن شاء الله يجونا مرة تانية وتالتة لأن شافوا الإقبال كبير، لأن المنطقة دي فعلا محتاجة دعم سواء في العلاج أو في الكشوفات. زي ما أنت شايف العدد كبير جدا، زي ما أنتم شايفين كده معانا كمية علاج كبيرة جدا والإقبال جامد جدا على القافلة. وللمساهمة في إنجاح جهود القافلة قامت الأجهزة التنفيذية من جانبها بتوفير الإمكانات كافة وتذليل كل العقبات لمعاونة القائمين عليها. خدمات متعددة تقدمها كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للمواطنين في المحافظات المختلفة، تسعى جميعها إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. سوزان مصطفى، النيل للأخبار. نشرتنا مستمرة معكم مشاهدينا، وفيها بعض أخبار الرياضة. وزارة العدل تنظم مؤتمرا عن الذكاء الاصطناعي وأثاره على حقوق الملكية الفكرية. نظمت وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو والجامعة البريطانية بالقاهرة مؤتمرا عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية. حضر المؤتمر عدد من الوزراء المعنيين بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية وبمشاركة دولية من المتخصصين.
الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، مؤتمر أطلقته وزارة العدل ولأول مرة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والجامعة البريطانية لما يمثله الذكاء الاصطناعي من واقع ملموس ومحرك رئيسي للتنمية وتطلعاتها، إلا أنه ومع هذه التطورات الهائلة فرض العديد من القضايا والتساؤلات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية وحقوق الإنسان وحفظ البيانات. الذكاء الاصطناعي خاصة التوليدي هو حديث الساعة، والتطور المتلاحق فيه بيخلينا لازم نسابق الزمن. نحن نضع مشروع قانون ينظم ويحوكم، مش يمنع ولا يحظر النشاط الإبداعي التكنولوجي، لا، هو في الحقيقة علشان يتلافى أي أثار سلبية لهذا الإبداع التكنولوجي اللي احنا بدأنا نستخدمه بالفعل. مؤتمر الذكاء الاصطناعي والذي تعقده وزارة العدل على مدار يومين بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يناقش عددا من القضايا والموضوعات، أهمها الجهود الدولية لتنظيم أطر قانونية للذكاء الاصطناعي وأثره على حقوق الملكية الفكرية والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر. ابتدينا نضع ذلك حتى يمكن أن نجاوب على السؤال الذي طيل التساؤل فيه، وهو أن يصل الدعم لمستحقيه. لكن ده أحد المجالات، مجالات أخرى كثيرة ومن أهمها زي ما محور هذا المؤتمر وهو الملكية الفكرية. تحديد المبادئ الأخلاقية والأطر التشريعية لمواكبة التطورات التكنولوجية ضمن المحددات والمحاور الأساسية التي يهدف إليها المؤتمر لضمان استخدام التقدم التكنولوجي في خدمة الصالح العام. نعمل سويا مع كل الجهات ذات الصلة بملف الذكاء الاصطناعي من خلال المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي لكي نضمنها في النسخة الثانية من استراتيجية الذكاء الاصطناعي. كذلك نتعاون مع وزارة العدل في وضع التشريعات التي تحوكم هذه المنظومة. هذا ويعمل المؤتمر على الخروج بعدد من التوصيات للوصول لأفضل الحلول التي تمكن الذكاء الاصطناعي من أن يكون فرصة حقيقية لتقدم البشرية مع حفظ حقوق الملكية الفكرية، حيث يقع على عاتقنا مسؤولية الانتقال إلى مجتمع أكثر عدلا وتقدم وسلام وازدهار. مع ثورة التكنولوجية الهائلة التي فرضها الذكاء الاصطناعي والتي تثبت قوتها مع كل ابتكار جديد، جاء مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية في محاولة لوضع أطر تشريعية جديدة تحفظ البيانات وتضمن الحقوق والواجبات. من وزارة العدل، أحمد سعد الدين النيل للأخبار. قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بتكريم عدد من المتميزين في مسابقة التميز في مجال الرعاية الصحية في نسختها الثانية التي تحمل شعار نرعاكم كأهالينا. تهدف المسابقة إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية على المستويين النوعي والكمي، بهدف تعزيز الابتكار والتميز في تقديم الخدمات الصحية واستدامة تطوير وتحسين جودة الرعاية الصحية في مصر بمعايير عالمية. تم تكريم المتميزين من القائمين على تقديم الرعاية الصحية في مصر خلال الحفل الختامي لجائزة إحدى المستشفيات الاستثمارية، وذلك في نسختها الثانية بحضور قيادات وزارتي الصحة والتعليم العالي ورؤساء الهيئات الصحية في مصر. في تشجيع للكوادر المصرية سواء طبية أو تمريض أو حتى الجزء الهندسي اللي بيساعد في الجزء الطبي، المستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة والغير ربحية، فدي بادرة جيدة جدا للاستثمار في رأس المال البشري العامل في قطاع الصحة اللي هو أحد أهم القطاعات لمصر ولأي دولة الحقيقة. الهدف من كده هو تحفيز كل من يجتهد في مجال تطوير الرعاية الصحية في مستشفيات جمهورية مصر العربية. الرسالة إن احنا لابد أن نكتشف الموهوبين والمتميزين والمبدعين في مجال الرعاية الصحية وإعطائهم فرصة للمساهمة والمشاركة في مسير التطوير الرعاية الصحية داخل جمهورية مصر العربية. في حاجات أثرت على الكفاءة العلاجية، في حاجات أثرت على منع العدوى، في حاجات أثرت على الفريق الصحي كله، شغله والوقت اللي بيأديه،
يعني قيمته الفعلية بدل ما يكون فيه هدر. في جزء كبير قوي من المشاريع في الحقيقة أفكار كانت جديدة لو استغلت ممكن دي تفيد جدا الخدمة، سواء كان خدمة المريض، سواء كان التدريب، سواء كان التعليم للأطباء، سواء كان الناتج للمستشفيات مستدامة وخضراء ومناسبة للبيئة، كل دي حاجات مفيدة جدا. تعد الجائزة تجسيد لرؤية الدولة المصرية في بناء نظام رعاية صحية قوية ومستدامة من خلال تضافر جهود جميع القطاعات المعنية، والتي تم خلالها استعراض المشاريع الصحية الواعدة التي تعمل على توفير رعاية صحية مجودة وآمنة للمواطنين. الرعاية الصحية النهاردة حصدت جائزتين من جوائز هذه المسابقة. الجائزة الأولى كانت متعلقة بالاستدامة وجودة الخدمات الصحية والمستشفيات الخضراء، وحصلت عليها مستشفى شرم الشيخ الدولي تبع الهيئة في محافظة جنوب سيناء. وأيضا كان عندنا جائزة أخرى متعلقة بالفاعلية، وحصدتها مجمع السويس، المجمع الإسماعيلية الطبي في محافظة الإسماعيلية التابع للهيئة. في الحقيقة طبعا احنا كهيئة رعاية بنحاول دائما ان احنا نشارك في مثل هذه الفعاليات علشان نحفز الأطقم الطبية والإدارية ان هم يؤدوا بشكل افضل. قلنا استخدام المضادات الحيوية العالية وبتكلفة التكلفة بتاعتها عالية، وبالتالي قلنا في التكلفة التوتال بتاعة المريض، وحافظنا على صحته، وحافظنا على فترة الإقامة بتاعته تكون قليلة. جائزة التميز للقائمين على الرعاية الصحية واحدة من الخطوات المهمة التي ستعمل على توفير خدمة علاجية مجودة للمواطن المصري سواء على المستوى الأهلي أو الحكومي. محمد حلمي، أني للأخبار. وفي ختام هذه البانوراما الشاملة، هذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر في ذكرى تحرير سيناء. 100 يوم على العدوان الإسرائيلي على غزة تفضح جرائم جيش الاحتلال بالقطاع، والأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق دولي في المقابر الجماعية بالمستشفيات. حزب الله يستهدف مقرين عسكريين وتجمعا لجنود إسرائيليين، وجيش الاحتلال يعلن اغتياله مسؤولين بالقوة الجوية للحزب. لمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني معايا.eg. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.